حالا هنبدأ فعاليات اليوم الأول من مؤتمر جمعية الدلتا العلمية لطب الأطفال. في المؤتمر رقم 12، المؤتمر اليوم هيبتدي في نادي الحوار وهيتبعه يومين في بورسعيد إن شاء الله تعالى. أرحب بأخي ورفيقي في الدكتور محمد شقير. تفضل يا دكتور محمد. تفضل يا دكتور محمد. الدكتور محمد شقير له باع كبير في التحضير للمؤتمر، وأرحب به إن شاء الله. السلام عليكم. طبعا الدكتور خشبه بيقول كلام اكبر مني بكتير. الدكتور خشبه اخونا الكبير واستاذنا ومعلمنا كلنا، وله فضل على الجميع، وانا بالذات له فضل عليا اكتر من اخ. انا وحيد وماليش اخوات على فكره، بس الدكتور خشبه معايا في كل مواقف من سنه 88 كده، احنا مع بعض وبدانا قبل الجمعيه في مركز النور من سنه 89. الدكتور خشبه لو الواحد له اخ مش هيبقى اكتر بالدكتور خشبه في العلم، اخ فاضل ودايما عامل لي سبورت في كل حياتي وفي الحياه الاجتماعيه. الدكتور خشبه اخونا الكبير في كل شيء، فاحنا بنعتز بيه وبنعتز بشرفه وصحبته، وبنعتز بيكم طبعا في الاصل، واحنا متشكرين على حضوركم الكبير، وبنزداد علما بالدكتور خشبه والناس اللي معانا والدكتور طبعا رمين العدوي. احنا بيشرفنا هو ان شاء الله المحاضر الكبير. شكرا للدكتور خشبه على الكلام الطيب. شكرا دكتور محمد، وربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك وان شاء الله يجمعنا على خير في الدنيا وفي الاخره باذن الله. نرحب بالساده الحضور وعلى راسهم الاستاذ دكتور ابراهيم العدوي، استاذ العيون في طب المنصوره، أستاذ العيون في طب المنصورة ورئيس جمعية الحول المصرية. تمام يا دكتور إبراهيم؟ تمام. بإذن الله أول محاضرة عن surfactant in RDS and how to get the maximum benefit. المحاضرة تفضل sponsored by فارماتون. تفضل. الحقيقه المحاضره سهله قوي وفي موضوع حيوي زياده عن اللزوم، ومشكله السرفاكتنت نمره واحد بالاضافه انه دواء غالي جدا، نمره اتنين ان في ناس كتير ما بتعرفش تستخدمه كويس وعشان كده بتخاف تستخدمه، نمره ثلاثه طبعا مع التعويم. فطبعا السعر بتاع السرفاكتنت غلى كتير، ولو ما كناش بنعرف نستخدمه ونعرف ان النتيجه هتبقى almost zero يبقى كده هنخاف نستخدمه، انما لو عارفين ان هو هيفيدنا ممكن نستخدمه طبعا حتى لو غالي. انتوا عارفين القصه دي، بدايه السرفاكتنت ستاديز وانتاج السرفاكتنت بدات بوفاه ابن جاكلين كينيدي وجون كينيدي، كان رئيس الولايات المتحده ايامها في الستينات، وتوفي الطفل لانه كان نزل بري تيرم وما كانش فيه سرفاكتنت ايامها، وبالتالي ابتدت في امريكا في الثمانينات ريسيرشز على سيرفاكتنت كسبستيوشن ل
الـ head disease. Respiratory distress syndrome دايما بياخد الاطفال او بيصيب الاطفال البريترمز، وفي علاقه عكسيه بين السفكت الريسبيراتوري ديستريس سيندروم والبريماتيوتي. كل ما زادت البريماتيوتي كل ما زاد احتمال الار دي اس. طبعا بين اطفال بين 32 و 36 اسبوع بيبقى النسبة ممكن 10 إلى 20%. الأطفال اللي هم تحت 28 أسبوع بيبقى النسبة حوالي 80%. يبقى دايما الطفل اللي بيتولد تحت 28 أسبوع almost always هيجيله respiratory distress syndrome. في الايرليز 90s وانا الحقيقه كان حظي كويس ان انا كنت في الولايات المتحده ايامها بعمل ريسيرش على السيرفكتانت، وكان بدا يعملوا ريسيرش على السيرفانتا، وده من الناتشورال سيرفكتانتس. والاكثر حاجه في الطب اتعمل عليها ريسيرش هو السيرفكتانت، وبالتالي في ايفيدنس عاليه جدا على فوائد السرفكتان. للاسف ان احنا يعني متلقين العلم فقط. وفي اوروبيان كونسنسس جايد لاينز بتتعمل كل 6 سنوات، مجموعه من العلماء بيقعدوا مع بعض وبيستعرضوا الداتا الجديدة والتغييرات اللي حصل فيها، زي مثلا أولا سوجستات من النرويج وكريستين سيبير، تمام، ومجموعة تانية معهم كتير، ودول بيعملوا ابديتنج للسيرفكتانت يوز تبعا للإيفيدنس بيز، تمام. والإيفيدنس بيز بيقسموها إلى A وB وC وD حسب السترينث بتاع الإيفيدنس اللي موجود. خرجوا في 22 السنة اللي فاتت بالتوصيات. التوصيات إن في 3 بس اللي هما الناتشورال سيرفكتانت اللي هما جايين من انيمال سورس. الثلاثة دول اللي هما سيرفانتا والالفيوفاكت والثالث اللي هو كيوسيف. كيوسيف طبعا جاي من البيجز، وفي بعض الكلام عليه بالنسبة للمسلمين. والحاجة التانية بالنسبة للسلايد دي ان الكيوسيف دلوقتي في كلام ان هو الدوز بتاعته ممكن لو بقت 200 ميلي جرام بكيلو جرام يبقى هتكون افضل من الدوز الاوريجينال اللي هي 100 ميلي جرام، تمام. ريكومنديشنز بتاعتهم ايه؟ ريكومنديشنز ان بري تيرمز اقل من 36 اقل من 30 اسبوع جستيشن ريكواير انتوبيشن فور ستابيلايزيشن شود بي جيفن سيرفكتانت. يبقى السيرفكتانت في الدليفري روم المفروض اي طفل يتولد معانا اقل من 30 اسبوع و مع محتاج ستابيلايزيشن او انتوبيشن يبقى لازم اديله سيرفكتانت. ده نمره واحد. نمره اتنين الليزا تكنيك اللي هو الليست انفيزيف سيرفكتانت ادمنستريشن از ذا بريفيرد ميثود، لان مشكله في السيرفكتانت
ادمنستريشن ان انا المفروض اركب له اندوتراكيال تيوب. ودي اندوتراكيال تيوب في كلام عليها مش لطيف انها بتاثر على اللنج فانكشن. وبالتالي دلوقتي في الليزا تكنيك الليست انفيزيف ان بيدخلوا نيزوجاستك تيوب عن طريق الاندوسكوب ويحقنوا السرفكتنت فيها. نمرة ثلاثة initial dose of 200 مليغرام بير كيلو جرام of بوراكتان تمام اللي هو الكيوسيف is more beneficial عن 100 مليغرام. والحاجة الرابعة with كيوسيف فاكتنت should be given early in the course of disease. يعني كان زمان بيسموا الـ respiratory distress syndrome بيسموه هايلاين ميمبرين ديزيز. والهايلاين ميمبرين ديزيز نتيجة انه with time و neglected cases الطفل بيحصل له هايلاين ميمبرين في الالفيولاي. كده بقينا very late والمفترض ان ما يبقاش الاطفال دول عندهم هايلاين ميمبرين ديزيز. تمام. ف suggested protocol would be treat the RDS لو ال FiO2 زادت عن 30% والسباب زاد عن 6 سنتيمتر وتر. ده لو طفل دخل عندنا في النيونيتال كير يونت واحتاج سيرفكتنت احتاج سباب 6 سنتيمتر ووتر واكثر من 30% اكسجين should be given surfactant. The second and occasionally a third dose of surfactant should be given if there is ongoing evidence of RDS. يعني لو الطفل ادانا له الدوز الاولانيه وبرضه ongoing evidence of RDS يعني ال requirements بتاعة الأكسجين برضو still زايدة أو respiratory distress still زايد أو السباب محتاجينه أكتر من 6 سنتيمتر ووتر يبقى لازم نديله another dose. دي ال indications of surfactant. وفي كل الأحوال بندي natural surfactant. Additional injection of air. طبعا بعد ما ادي surfactant المفروض ان انا inject air علشان ازق الكمية اللي اديتها. ما ينفعش ان انا اسيب surfactant في التيوب وإلا مش هستفيد منه. والحاجة التانية ان احنا بقدر الامكان ما نعملش suctioning ولا physiotherapy للأطفال بعد ما دي سيرفكتنت على الأقل لمدة نص ساعة. أبون بعد ما اشتال السيرفكتنت المفروض أنقل الطفل تاني على الفنتيليتور. تموموت إيكوال ديستريبيوشن أوف ألفيوفاكت أو أي سيرفكتنت. دي الطفل should be gently turned from side to side gently. تمام. ده كان اول recommendations بتاعة السيرفانتا ان احنا ندي السيرفانتا على 4 aliquots عديله على 4 أرباع. تمام. فدلوقتي بكتفي ب gently turned from side to side. دي طريقة إعطاء الألفوفاكت. الألفوفاكت الحقيقة هو الوحيد اللي موجود في مصر حاليا. للأسف بقية التايبس أوف سيرفاكتنت مش موجودة في مصر. والوحيد اللي موجود فيهم اللي هو الألفوفاكت.
والحقيقة في مشكلة بتقابل الناس في المنصورة، اللي هو بيقولوا إن بيعمل بالمونار هيموج، وبالمونار هيموج ده خاص بالمنصورة، يعني مفيش منطقة تانية في الجمهورية بتلاحظ الملاحظة دي. وهو الحقيقة الملاحظة دي ملهاش علاقة بالسايد افكتس بتاعت السرفاكتن، تمام؟ وعلى فكرة المفترض ان انا بدي بعد ما بدي السرفاكتنت بقلل البيك انسبيراتور بريشر لو على الفنتليتور، وبطول انسبيراتور تايم عشان التايم كونستانت بيزيد شوية. طبعا الناس اللي بيشتغلوا في نيوناتولوجي عارفين هذا الكلام. دي طريقة اعطاء السرفاكتنت اللي هو الالفوفاكت، واتمنى ان حد من الشركة يكون موجود علشان يشرح لنا طريقة اعطاء السرفاكتنت. السرفاكتنت اتفضل دكتور وليد. الدكتور اسلام. السرفاكتنت اللي هو الالفيوفاكت هو ميزة الحقيقة وعيب. هو ميزته الكبيرة جدا واكتر من العيب بكتير، انه هو بودر وبيتحل في النيونيتال كير يونت، وبالتالي مش محتاج كولد تشين، يعني مش مهم انه يتحط في جو بارد قبل ما يتنقل، ومش محتاج انه يحصل له ديسبرشن او يحصل له ووركينج يعني للسرفاكتنت، تمام؟ وبالتالي سهل في الاستخدام ومضمون، مضمون ان الجرعه اللي هتجيبها از فاليد و اب تو ديت. طبعا ده بفرض انها الاكسبيري ديت بتاعها مظبوط، تمام؟ في بعض الناس ما زالوا متعلقين بالسيرفانتا، وده بيخليهم بيجيبوا سيرفانتا متهربة من السعودية أو من بلاد خارجية، تمام؟ وطبعا بما إنها متهربة يبقى ما تقدرش تو جارانتي إنها الكولد تشين بتاعها مظبوط، وما تضمنش إنها تكون ما ترجتش قبل كده. وطبعا في السيرفانتا ممنوع إنك ترج الفايل، تمام؟ اتفضل دكتور. السلام عليكم، انا اسلام محمد، ماركتنج مانجر فارماكون. هي في دقيقه واحده، الالفيو فاكت كانت الفكره بتاعته ان احنا كان في صناعه السيرفاكتنت ثيرابي اكبر مشكله بتواجهنا ان الشيلف لايف بتاعته بتبقى كانت صغيره، يعني كانت الاذر برودكت بتبقى موجوده في مصر هنا من سنه لست شهور. الار ان دي كانت في ليو مارك بنداليس في المانيا، اخترعت ان احنا نقدر نصنع الالفيو فاكت بطريقه المنسد لانج لافاج، وبعدها على طول هنقدر ندخله فريز دراي فبيبقى بشكل بودره. الالفيو فاكت البرودكت الوحيد في السيرفاكت سيرابي على مستوى العالم اللي هو شيلف لايف بتاعته 3 سنين. النقطه دي زي ما كانت ميزه جدا ان هي طولت الشيلف لايف بتاعتنا، بس هي واجهتنا مشكله كبيره جدا في عمليه الريكونستيتيوشن. كان قبلنا تو كومبيتيتور، السيرفانتا والكيورا سيرف، اتس اليكويد فورم، فالفيزيشن بيبتدي يخرجها من الثلاجه ويبتدي يحطها على الشيلف شويه وبعدها على طول يحقنها. لما دخل الالفيو فاكت موجود في بعض الاماكن بدا يتعامل معامله السيرفانتا والكيورا سيرف، فبدا يتحط في الثلاجه رغم اني انا ريكومندد جدا ان هو يتحط في درجه حراره الغرفه. ورقم اثنين، اثناء عمليه الريكونستيتيوشن احنا بنخلط باودر مع سولفنت، بس بنخلط مش باودر وسولفنت، احنا بنخلط على فوسفوليبيد. فكانت المشكله الاساسيه ان في جزء كبير جدا بيتكسر من الفوسفوليبيد وبيبتدي ممكن حد يحقنه وهو السيرفانتا او الالفيو فاكت متكسر تماما. عندنا انديكيتور لكميه هل الالفيو فاكت اتكسر ولا لا، ودي كانت لحسن الحظ، يعني ان الفوسفوليبيد لما بيتكسر بيبتدي يكون طبقه رغوه، كل ما طبقه الرغوه دي زادت كل ما كميه الفوسفوليبيد اللي اتكسرت زادت اكتر،
فمعنى كده ان الالفيوفاكت اللي جوايا مش هيبقى افكتيف لانه هو ايه اتكسر. فالنقطة دي من النقط اللي احنا واجهناها كتير خالص الفترة اللي عدت، ان هي في كمية رغوة كتير جدا. فاحنا كان الريكومند بتاعنا ان احنا واحنا بنحل الالفيوفاكت السولفنت بتاعي بدل ما يضرب على البودره بشكل مباشر، لا هنضربه على جدار الانبوبه بحيث ينزل زي التنقيط كده وما يترجش خالص، والالفيوفاكت ما يتحفظش داخل التلاجة بشكل نهائي يعني، علشان يبقى موجود في درجه حراره الغرفه. النقطتين دول هم اللي بيخلوا الالفيوفاكت يتحل بالطريقه الصحيحه بتاعته. دي كانت يعني اكتر نقطه احنا بنواجهها الفتره اللي عدت. لازم نعمل شيكينج السلايد شيكينج جنتل جدا شيكينج، ولو نزلت كده على جدار الانبوبه هيبقى دايب، ولازم السوليوشن بتاعي يبقى كلير سوليوشن. تمام. لو في اي تربيديتي او في اي بريسيبتيشن لا بيبقى في مشكله. طيب كده الحقنه باظت، بتبقى الحقنه باظت. باظت تمام. الصوره دي يا ريت نطبعها ونخليها مع زملاء عشان يعلقوها في النيونيتا كير يونت، وهي والصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها خاصة بالدوز، والدوز 2.4. تمام. ده الدوز بتاع الالفيوفاكت، وبرضه هنطبعها بحيث انها تبقى موجوده في النيونيتال كير يونتس اللي هيستخدمه سيرفاكتنت. في احيانا بندي سيرفاكتنت وما يحصلش تحسن. اسباب عدم التحسن في الاطفال اللي عندهم ار دي اس، لا اما بالمونر بلاد بريشر عالي، لا اما في انفكشن او كوموربيديتي، او ان انا مدي فلويدز كتير قبل ما ادي السيرفاكتنت. تمام. بريزيستنت اند ووسنينج ريسبيراتوري ديستريس، ده از ا كرايتيريا فور ري تريتمنت وذ سيرفاكتنت. ازاي ادي دي او ادي امتى؟ طبعا زي ما اتفقنا المفروض ان انا ادي as early as possible في الاطفال اللي اقل من 30 اسبوع، وعيد واكرر هذا الكلام، اللي محتاجين stabilization في intubation في delivery room المفروض ان انا ياخده surfactant through the endotracheal tube، وبقدر الامكان لو اقدر ادي بالليزا ميثود اوكي. والحقيقه اتاخرت كتير الليزا ميثود في دخول مصر للاسف، وبرضو دي نفس المشكله بتاعتنا ان احنا ما بنجربش الحاجه وبنتاخر كتير على ما نلتحق بالعالم المتقدم. دايما المكتوب على الفايل الاكسبيري ديت، والاكسبيري ديت هو نهايه الشهر اللي مكتوب فيه الاكسبيري ديت. دونت ستور في الباودر اباف 30. برضو لو الجو حر قوي ممكن يبقى في تكييف في الغرفه. دونت فريز ذا باودر the solvent or the reconstituted solution. يعني لو عملت reconstitution للسوليوشن ما عملوش freezing. تمام. Referring to the shelf line of first opening or reconstitution ممكن يقعد لغاية 6 ساعات بعد ما عملت reconstitution، وممكن يقعد 24 ساعة لو حطيته في التلاجة في الدرج بتاع التلاجة. الحقيقة for proper effect of surfactant لازم tips اللي أنا كتبتها دي for proper patient لازم أختار العيان مظبوط
والحاجة التانية بوبر انديكيشن، والحاجة التالتة بوبر تايمينج، والبوبر تكنيك. بوبر تكنيك يعني ما تدهوش في وان لانج بس، لان طبعا لو في امكانية ان انا ما تشست اكساي قبل ما دي يبقى خير وبركة، تمام. ودي احد مشاكل ان انا دي في الدليفر روم، لان ممكن هنا دي في وان لانج اذا ما كنتش قايس كويس الطول بتاع التراكيه، تمام. المزايا الالفيو فاكت نو كولد تشين اكويبمنت، مش محتاج كولد تشين. نمرة اتنين لونج تيرم استابيليتي 3 سنين. تلاتة نو وارمنج نيسيساري تو اتشيف ready to use suspension، يعني ملوش لازمة ان انا اعمل ريوارمنج زي السيرفانتا. ونمرة اربعة variable preparation with adapter or cannula، ممكن بكانولا او adapter. نمرة خمسة stable after reconstitution، يمكن يقعد 6 ساعات وممكن يقعد 24 ساعة لو في فريج. ready to use suspension remains stable 6 ساعات at 25 درجة مئوية أو 24 ساعة في الفريج بين 2 و 8 درجة مئوية. اوكي، ثانك يو. نشكر الدكتور محمد خشبة على المحاضرة القيمة والمحاضرة القادمة Children Eye and Pediatrician الأستاذ الدكتور إبراهيم العدوي.